انتبه الكعبة أن تيسر عليك المخاض وترزقك بغلام ذكر يكون قرة عين مولاي أبي طالب. أرجو أن تكون الآلهة معك يا مولاتي. لا، ابن القادم سوف يكون أكثر قدرة من آلهة الكعبة. مولاتي فاطمة، أرجوك لا تغضبي آلهة الكعبة، أنت الآن بحاجة إليها، إنها ستمد لك يد العون كي تضع مولودك آمنة سالمة. آلهة حجر، خشب، طين. مولاتي، إني لا أحبها، لأني لا أحب أن يكون البشر عبيدا لحجر. لم أعد أستطيع أن أخطو خطوة واحدة. لا فائدة، لا تستطيع فاطمة بنت أسد أن تخطو خطوة، من المحال. لن تستطيع زوجة شيبة الزعيم أن تعود إلى الدار، من المحال. فها هنا في الكعبة، هنا سوف يولد لأبي طالب مولود. أين؟ أين؟ ربا لا يمكن أن تفضحني، الرجال يملؤون المكان ولا يمكن أن أفضح، فأين؟ أين؟ هناك، لم يعد لك في الأرض مأوى غير ذلك المأوى، هناك داخل الكعبة، داخل الكعبة خلف ستارها المقدس، هناك يا فاطمة في داخل الكعبة. لقد وصل ابن أخيك محمد ابن عبد الله يا مولاي أبا طالب. ليدخل علي حالا، وقولي لسيدتك فاطمة أن تجهز لنا الطعام. سيدتي لم تعد من الكعبة بعد يا مولاي. عجبا، وما الذي جعلها تتأخر؟ لا بأس، ليدخل ابن أخي محمد. تفضل. محمد، يا خير، لقد وضعت زوجة أبي طالب مولودها داخل الكعبة. انظر إلى وجه ابن عمك يا محمد، ألا ترى في وجهه كل ما في وجوه بني هاشم من عزة وجمال وإباء؟ عذرا منك أيها الزوج الكريم، عذرا منك يا محمد، فنساء بني هاشم لا يلدن أولادهن في العراء. أما سمعت ما قاله ابن أخي محمد يا فاطمة؟ قال إن ابننا نال الشرف الرفيع حينما استقبلته أرض الكعبة. فاطمئني يا فاطمة، إن هذا المولود سيكون ضرة في جبين بني هاشم. اطمئني، اطمئني. ثم أخبريني بعد ذلك، ماذا سيكون اسمه؟ حيدرة، إني أريد أن أسميه حيدرة. أبدا، إن هذا المولود الذي على شرفا حينما استقبلته أرض الكعبة لن يكون اسمه إلا عليا. هو علي بن أبي طالب.